يلا يلا. هيك حياة؟ شو بك عم تبكي؟ في شي؟ شغلتيني فكري يا أمي. قولي لي شو في؟ داشي خليل؟ يا ريت بالقليل كنت ارتحت منه. شو بيظهر زعلانة انت وياه؟ ليش انت كنت مرتاحة معه؟ كل ليلة بيجي سكران عقبال بيصير يتخلى علي ويضربني وانا ساكتة ما بقى في يتحمل اكثر من هيك. بس المرأة الادمية يا بنتي ما بتظهر من بيتها بالليل مهما كان السبب. يلا ومشي معي، لازم ترجع عالبيت. عالبيت ما رح ارجع، مش ممكن. ما بصير يا بنتي، انت ما عليك الا جوزك وبيتي. يلا يا حبيبتي قومي. ما تتعبي، انا مش ممكن ارجع من بعد ما ضربتي سكر الباب بوشي. فضل اني موت ما ارجع لعنده. طيب قومي نامي قبل ما يجي بيي، وعلى بكره بنشوف شو بدنا نعمل. يا عيب الشوم عليكم، بلا شرف. لازم تذكر دايما يا فؤاد ان خراب بيتنا صار عن يدك. نبيل مات وابراهيم انحبس وأنا مرضت، كله بسببك. الله يسامحك. الله
Thank you.